أنا كمغربي أتحسر على الملاعب الجزائرية الجميلة الغير موجودة بالمغرب ببلدي. كلنا تفاجئنا بالملاعب الجديدة للجزائر، ولكن أخوتي راه فاجئوني بهاد الملاعب. نهضروا بصراحة، ملاعب دولية، ملاعب ضخمة، ملاعب لا تقارن بالملاعب المغربية. نحشم نقارن ملعب مغربي بملعب جزائري جديد؟ واش لاد المسؤولين المغاربة ما كيحشموش، ما كتجيهمش النفس؟ كيما شوف عباد الله، شوف الملاعب كي دايره، شوف ملاعب جميلة جدا، ملاعب دولية، ملاعب نقدر نقول لك انا مثلا ملعب نيلسون مانديلا براقي احسن من جميع الملاعب القطرية. ملعب ضخم، ملعب فيه جميع التجهيزات، احسن من جميع الملاعب القطرية. الملعب الوحيد في افريقيا وفي العرب اللي عنده قاعدة هليكوبتر خاصة بصحاب الفي اي بي، ملعب فيه ريستورون داخل ملعب. واش اصاحبي تقدر تقارن ملعب مولاي عبد الله ولا ملعب طنجة ولا ملعب مراكش بهاد الملاعب هادو؟ واش تحشم والله اخويا؟ لا تحشم. نهضروا بصراحة الاخوان، ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال. هادشي اللي حنا كنديروه لراسنا، كنبقاو نمدحو مثلا ملعب مولاي عبد الله زادوا فيه جياج، ونبقاو نمدحو المغرب الجديد، المغرب. تجلس مع جزائري في مقهى وتبقاو تناقشوا الامور الرياضيه والملاعب لكره القدم بين البلدين، غادي تهز قهوتك ولا تخلص قهوتك وتنوض تمشي بحالك. لحقاش غادي يجيك واحد الاحراج كبير جدا. حتى كنغمضوا عينينا كنحلوهم، كنلقاو الجزائر الجيران ديالنا اللي هكاهم فاتونا، هما فاتونا بمئات. واش نقدر دابا المغربي يدير بحال هاد الملعب هذا؟ قولي شوف، واش المغربي يقدر يدير بحال هاد الملعب هذا؟ اي سبقناهم في الملاعب، ولكن راه درنا ملاعب ديال العصور الوسطى، هما طلعوا عقل وصايبوا ملاعب حسن منا، ونزيد كاع اكثر بميزانيات اقل من الميزانيات اللي حنايا صوبنا بهم الملاعب، باش تعرف النوعيات المغاربه المسؤولين اللي عندنا شنو كيديروا بهذيك الفلوس اللي كيقول لك حنا كنبنيو بها ملاعب رياضيه، وهي تذهب الى راكم عارفين الى جيوبهم. تجلس مع جزائري في مقهى وتبقاو تناقشوا الامور الرياضيه والملاعب لكره القدم بين البلدين، غادي تهز قهوتك ولا تخلص قهوتك وتنوض تمشي بحال. لحقاش غادي يجيك واحد الاحراج كبير جدا.